بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشر. اون برينج درس. بيتي مينين ايم. بيتون اي ديانا بيتي قلب كسر بلان يانا علب كلسم شنده مينين ايم غيرنات. خب هذا بيتي بو مينين ايم. بيتي امام المسجد. ايم مسجدين قلده ده. بيتي جميلون. مينين ايم جميلون شرائلي. فيه حديقة صغيرة. عند فيه يعني يمد ديل ماچ كچكنا باغ بار. هذه غرفتي بو مينين خانم. فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. فيها عند يعني خانمنين ايچدا كبيرة كتة نافذة ديرزا بار ومروحة جميلة وها چرايلي فنتيلاتر بار. هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي. بو مينين كرواتم وبو مينين كرسم وبو مينين بارتم. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتبي. ساعتم وقلمم وكتابم على المكتبي بارتنين استده. وحقيبتي تحت المكتبي. جمدانا ميسا سمكة ميسا بارتنين تجده. نافذة غرفتي مفتوحة. خانمنين درزاسي مفتوحة أشقدر. هذه غرفة أخي بو أكامنين خانسي. وتلك غرفة أختي وبو أبامنين خانسي. وتلك أناو أبامنين خانسي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. أكامنين خانالار كتدر و أبامنين خانالار صغيراتن كتكتر. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. أكامنين خانس غرفتي مينين خانامنين أمام ألده و أبامنين خانس أشخانانين ألده مطبخ أشخانه. لأخ واحد اسمه أسامة. مينين بر أكام بار اسمه أنين اسم أسامة. ولأخت واحدة اسمها سعاد. ومينين بر أبام بار أنين اسم سعاد سعادتر. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أبي أتجانم وأمي وأنجانم. تلك أنا الكبيرة كتة خاندة إجدالر. أنا أحب أبي وأمي من أتجانمنا وأنجانمنا. أحب يعشكر من. وأحب أخي وأختي و أكامنا وأبامنا هم يشكر من. أحب استبقى لنا شندي أقلت مين يشكر من ديان. تمارين مشغلر برنس. اقرأ واكتب أق ويوز. من في هذا البيت؟ فيه حامد. بؤيد كم فيه عند حامدتر. خب فيه ديان في البيت ديان إن أسد البيتين أزون قلب كيلترشتان كورا فيه قلب زمير كيلترين ياش. بنا عربتر ده زمير ديلا ده علماشلر. شون ده البيتي مذكر بولغانو چون فيه كيلتردلر. اگر معنس بولغانو ده فيها قلب كيلترر ادلر. خب كنجيسي ماذا في الحقيبة؟ فيها كتابي وقلمي ودفتري. جمع داني ايش ده ماذا نما بار فيها منا ونين إيشدا من في الحقيبة ديجنن كره فيها تبقيسة تلقي ينقل بولد. أنا فيها قلب هاني كيلتر دلار مؤنث زمير نكيلتر دلار نيجا حقيبة بو چمدان مؤنث اسمكو شنين يجون فيها قلب مؤنث كيلتر دلار ماس بولش يجون فيها. هاب ونين إيشدا كتابي مينين كتابم وقلمي ومينين قلمم ودفتري ومينين دفترم بار. Üçüncüsü, من في السيارة فيها أبي وأمي وأخي وأختي. ماشينانين içide من kim var فيها. Onun içide atam ve anam ve apam ve ahi ve akam ve ukhti ve apam barlar. Mana bu yerde fiha'ni keltirdiler. Ahamiyet beramiz. Fiha nega ha'ni keltirdiler? Çünkü sayyaratun maşine bu muannas cins. Şunun için fiha qilib keltirdik.
Çünkü men fi mescidil cemiatil ane ma fihi ahadun. Cami mescidi de el ane hazır kim var? Ma fihi ahadun. Hiç kim yok. Fihi den murat mescid. Mescidin içi de ma ahadun. Ahadun hiç kim ma yok. Kengisi. Men fi hazihil gurfeti fiha el mudiru. Fiha el mudiru. Mana bu xonada men kim bor? Fiha uning ichida al mudiru, mudir bor. Tushuntiraldimi? Mana g'urfatun bu muannas bo'lgani uchun fiha diga hani muannas keltirildi. Mana fihi emas. Agar bu yerda fi hazal bayti bo'lganda biz buni muzakkar keltirar edik fihi qilib. Birinchidan yani endi bu yerda fi hazihil g'urfati qilib xona nazarda tutilayotgan ekan xona muannas. Shuning uchun biz fiha qilib hani keltirdik. Birinchidan, xo'p, hazihil g'urfati deb qaraylik, g'urfatun bu muannas bo'lgani uchun hazihini ham muannas keltirdik. Eslab qolamiz. Agar bayt uy bo'lganda hazal bayti qilardik. Yani endi bu yerda xona muannas bo'lgani uchun hazihi muannasni ham keltirdik. Shunda fi hazihil g'urfati bo'ladi. Mana muallif mishi hazihi g'urfati qilib mana hazihini moslablar g'urfatiga. Birinchidan, o'sha ikkinchidan, uchinchisi mana fi hazihi g'urfati qilib hazihi doim o'z o'rnida turadi. Har qanday holatda o'zgarmaydi. Haziha, hazihu bo'lmaydi. Doim hazihi bo'ladi. Shu fi'dan keyin, mana shu fi harfidan keyin kelayotgan hazihi, xo'p, kasra bo'ldi. Al-g'urfatini ham kasra qilib yuboramiz. Eslab qolamiz, g'urfati. Xo'p, iqra, o'qi. Uhibbu abi va ummi. Abi otajonimni va ummi onajonimni uhibbu yaxshi ko'raman. Birinchisiga mana harakat qo'yibdilar. Alifning tepasiga, ya'ni hamzaning tepasiga zamma uni qo'yganlar. Hanatiyga kasra, ya'ni i ni qo'yganlar. B'ni tepasiga tashdid bilan zammani uni qo'yganlar. Tashdid degan ikkilantiruvchi harfi. Xo'p, keyingi raqamda esa ikkinchisida mana harakati yo'q. Harakatsiz o'qiramiz. Nega? Chunki biz bilamiz, uhibbu mana birinchisida keltirib berdilar. Keyingisi uhibbu axi va ukhti. Akamni, akajonimni va opajonimni uhibbu yaxshi ko'raman. Uchinchisi uhibbu zamili. Sinfdoshimni, o'rtog'imni yaxshi ko'raman. Uhibbu ustazi. Ustozimni uhibbu yaxshi ko'raman. Kengisi uhibbulloha. Allohni yaxshi ko'raman. Uhibbun nabiy sallallohu alayhi va sallam. Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Ni yaxshi ko'raman. Oxirgisi uhibbul lug'atal arabiyata. Arab tilini yaxshi ko'raman. Wallohu a'lamu bis-sawab.